ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على توقعات الاسبوع الثالث لشهر اكتوبر لعام 2020 لاصحاب برج الحوت. برج الحوت عندنا الاسبوع الثالث قوي جدا جدا، هيكون عندك بدايات جديدة، عندك تقدم، عندك قوة، عندك انك عايز تثبت نفسك في موضوع، بتسعى لموضوع، عندك فيه يمكن مصلحة قوية، عندك فرحة منتظرة، عندك تحقيق لرغبة كنت انت تتمناها او تتمنيها جدا، عندك فيه ارتباط او عندك اعجاب بحد او حد معجب بيك، عندك فيه قوة في الوضع المهني، في سيطرة، عندك كمان في حالة من الخروج من الحالة النفسية اللي شوية كانت صعبة، عندك انك هتكون حديث الساعة. يعني ايه كل الكلام ده؟ تعالوا نتكلم بشكل تفصيلي اكتر. الاسبوع الثالث على فكرة هيكون افضل من الاسبوع الرابع في بعض الاشياء، ولكن والاسبوع الرابع افضل في حاجات تانية مختلفة، هنبقى نفرق النقطة دي. بس الوضع المهني لاصحاب برج الحوت، الوضع المهني عندك عروض قوية، عندك عروض متميزة جدا جدا في الوضع المهني، عندك في مصلحة مشتركة، عندك في قوة، عندك انك ممكن تكون عايز تعمل منتج، تعمل مشروع، تعمل شيء جديد، هيتطلب منك دخل مادي ويتطلب منك فلوس، ولكن انت مش عندك تعثر مادي، انت داخل مشروع او داخل حاجة جديدة، فبالتالي بتفكر كتير، هعمل كذا هعمل كذا، هصرف هنا ايه هصرف، فعندك جدولة لحياتك وجدولة لمصاريفك بشكل قوي خلال الفترة اللي جاية. برج الحوت كمان عندك من خلال الوضع المالي هيكون في تميز بالنسبة للناس اللي هم بيشتغلوا في اماكن معينة، انت عندك تميز، عندك قوة، عندك ادارة كويسة، عندك ان في اشخاص بيغطوا على اخطائنا، لان عندنا برضو مازال في بعض الاخطاء اللي بنغلطها غصب عننا، ممكن يكون شوية عدم تركيز او تركيز في الوضع العاطفي اكتر، فبالتالي بيأثر على شغلنا، عندنا اللي بيغطي علينا، يعني موجود اللي بيغطي علينا بس مش كلهم، يعني عندنا كده اشخاص مش لزوزة، اشخاص اللي هم انت بتغلط في ايه اروح ابلغ عنك، عارفين عصفورة الشركة اللي دايما بنقول عنها، فعندك كده بقى عصفورتين ثلاثة حلوين عايزين يروحوا يقولوا كل الحاجات اللي انت بتعملها غلط او انت بتعمليها غلط، فبالتالي في ناس قاعدة على سيرتنا، في ناس قاعدة على سيرتنا في الوضع المهني بقى، ودوس في الوضع يخت كله، يعني في ناس بالفعل قاعدين على سيرتنا. برج الحوت كمان هيكون عندك ده في الوضع المهني، عندك موضوع مثير شوية ليه علاقة بان احنا في حد على خلاف بحد، فاحنا محتاجين ان احنا نكون سبب في التواصل او تحسين العلاقة دي، انت سبب في ان انت تجمع شمل ما بين اتنين، فعندك ده قوي قوي. برج الحوت هيكون عندك في علاقة قوية او علاقة سواء صداقة او اهل او عندك، ان هيكون في ترابط اكتر بالناس اللي موجودين حواليك، يمكن اشخاص انت كان علاقتك بيهم مش قوية جدا، لا هيبقى عندنا في علاقة قوية، وعلى الرغم ان الاشخاص اللي انت يمكن علاقتك بيهم قوية هيكونوا مش علاقة قوية، خاصة مرأة الحوت، لان هتكتشفي ان بعض المقربين هم خاينين للامانة، خاينين ان هم يأتمنوا على سر من اسرارك، هتلاقي ان هي ممكن تكون بتبص لجوزك، بتبص ليه شريك حياتك، بتبص لحياتك جدا جدا، بتديك القرارات الغلط او العكسية عشان تقعي، عشان تبقى هي اللي في الصورة حلوة، احذري جدا جدا، لانك هتلاقي ده مرأة الحوت انت بالذات. برج الحوت احنا زي ما قلت ان الكلام علينا كتير، ولكن الكلام اكتر على مرأة الحوت، يمكن رجل الحوت اللي مركز معاك هي عيون، يعني عيون من الجنس الاخر هيرتبطوا بيكم، عيون ان انتوا بتعملوا ايه والحسد والكلام ده كله. مرأة الحوت عندك حسد، بس عندك في كلام كتير، دي عملت، دي سوت، دي راحت، دي جت، اعملي كذا، ما تعمليش كذا، لا ده كده غلط، كلام كتير جدا جدا، وحوارات وجدل ونقاشات سلبية جدا، لازم اكون حريصة قوي قوي في المواضيع اللي زي دي، لان انا لو ركزت كتير فيهم فانا هقع، يعني نخلي بالنا كتير، لو ركزتوا في الحاجات دي هتقعوا. برج الحوت الوضع العاطفي، الوضع العاطفي بالنسبة للناس اللي مش مرتبطين في اجواء حلوة عاطفية، في زي ارتباط او في عندنا قوة او في اشخاص معجبين بينا، فهنحس بقوتنا جدا جدا، هيكون عندك ان تحس ان الشريك بيفتخر بيك وانك بتفتخر بالشريك، بالنسبة للناس المرتبطين هتحس بقيمة نفسك او بافتخار الشريك بيك او انت بتفتخر بالشريك، هتحس ان انت ناس بتتكلم على سعادتك انت والشريك، ممكن يكون على فكرة انت
والشريك ده انتوا خانقين بعض جدا، ولكن ظاهريا ايه المتعه والحلوه والعسل والحلو. عارفين بقى الناس اللي بتحسد ما بتبطلش يعني، ودايما شايفين شايفين الجزء الكويس بس. فعندنا ده، فده يخليني ان انا اقول نخلي بالنا من ان احنا نعرض الجزء اللطيف من حياتنا، لان الجزء اللطيف هيخلينا ان احنا نكمل الجزء العكنانة بشكل كامل. فلازم اخلي بالي جدا جدا من تعاملاتي، من العيون اللي حواليا. عندنا في حب، في عاطفة حلوة، في اجواء عاطفية سعيدة، وعندنا بالنسبة للمرتبطين برضو في اجواء عاطفيه سعيده، خاصه مع بعض الابراج، يعني الاكثرها الابراج اللي هي الابراج الهوائيه والابراج الناريه. الابراج دي عندي احسن التعاملات، احسن الابراج. اما الابراج العاطفيه، ما هي الابراج العاطفيه اللي هو السرطان والعرب، الابراج المائيه، هيكون عندي ضغوط شويه لان عندهم نفس الاحتياجات بتاعتك، فبالتالي مين هيبدا الاول؟ ودي مشكله شويه، مش بنلاقي اللي احنا عايزينه. في بالنسبة للناس المنفصلين من أصحاب برج، في نسبة رجوع، يعني في نسبة رجوع موجودة عندنا. نسبة الرجوع دي قوية، هي بتتعدى 50%، تكاد تكون 60-70%، ودي نسبة حلوة، ودي نسبة حلوة. مادام بتتعدى 50% فدي نسبة حلوة، ولكن في نفس الوقت يا برج الحوت أخلي بالي قوي، هل الرجوع ده هيضيف ليا ولا هيقلل مني، ولا هيبقى شكله عامل إزاي؟ لازم أخلي بالي كتير على مستقبلي. خلي بالكم كتير من الاهل، لان ممكن يكون عندك بعض الخلافات العائليه، وانك مش مدي الاهل حقهم، مش مدي الاهل قوه الارتباط بيهم. يمكن انت مخنوق من حاجات ومتضايقه من حاجات جدا، بنفكر كتير في خلافاتنا مع الاخرين، حاسين ان احنا بنستفز. لازم نبعد عن اي استفزاز او اي ضغوط او اي مشاكل حتى لو كانوا من الاهل. يبقى اخلي بالي جدا جدا لو الشخص ده مزعلني وانا باقي عليه شويه، فبالتالي لازم ان انا اتكلم معاه ان احنا نقلل من ده، ما ينفعش يحصل كده، احنا اهل، ما ينفعش نقطع في بعض. لازم يكون عندك لغة التحذير قبل اي فعل، او التحذير قبل الاختفاء، التحذير قبل الاختفاء، لان اللي هيحصل ان برج الحوت انت هتختفي مرة واحدة، واختفاءك مرة واحدة ده ممكن يخليك ان انت تخسر، ويخليك ان انت تندم وتقول طب ما ياريتني كنت صلحت، او ياريتني كنت حاولت ان انا اصلح. على فكرة الاسبوع الثالث هو وقت مناسب كتير للتصالح مع الاخرين، ووقت مناسب قوي لانك عندك تصالح بالفعل، فوقت مناسب ان عندك كاريزما، عندك قوة، عندك حضور، عندك تألق، فان احنا سهل ان احنا نرجع حتى لو بالطريقة الغير مباشرة، انك تخلي الشخص اللي انت بتتعامل معاه ان هو يقولك لا انا كان خسارة ان انا ابعد عن الشخص ده، فانا عايز اقرب منه. خليه هو اللي عايز يقرب منك، انت عندك القدرة انك تعمل ده، انك تعمل لعبة كده تخلي الشخص اللي هو بعيد عنك هو اللي يقرب منك، فده من الاشياء المهمة كتير. برج الحوت عندك اهتمام بنفسك، اهتمام بصحتك، الوضع الصحي مش افضل حاجة تماما، عندنا بعض المشاكل الصحية فلازم ان احنا نهتم بيها. انت بالفعل عندك اهتمام خلال الاسبوع الثالث، اهتمام بصحتك ونظامك الغذائي، مشروباتك، الكلام ده كله، كمان عندك اهتمام باللياقة والجسد، فعندك ده. وعندك اهتمام اللي هو بقى ليه علاقة بالوضع النفسي، اهتمام بنفسك، بشكلك، بمظهرك، بتعاملاتك مع الاخرين، بكرامتك، بقوتك، وده برضو بيضيف كتير للحالة النفسية. فانا شايفة ان هو اسبوع رائع جدا، اسبوع متميز، ولكن عندنا بعض الحاجات كده اللي انا قلت نخلي بالنا منها، يعني يا ريت بالفعل نخلي بالنا منها. برج الحوت انا بحبكم كتير واشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.